غنطلقوا نبداو بواحد الخطأ إداري والأخطاء الإدارية المتوالية لفريق الرجاء الرياضي، خصوصا في هذا الموسم. ماذا يقع أسامة؟ واش الطنطاوي أصبح يعاني من شيء ما؟ إدارة الرجاء اللي فيها المشكل، شنو بالضبط كيبان لك أسامة؟ لا، بكل صراحة قبل ما ندوي على طنطاوي ولا إدارة الرجاء، عندي أنا دو فيرسيون. عندي الناس قالوا لي بأن الباسبور عمر وما بقاش عنده، ما بقاش عنده فين يصوبوا الفيزا، وهذا شيء غريب، لأن أولا كانوا يمكنهم يطلبوا استثناء فيزا متحركة، فيزا موبيل لسفارة جنوب أفريقيا، وكاين اللي تيقول بأن الباسبور كمل. انا بالنسبه لي في الحالتين، انا بالنسبه لي الخطا 90% تيرجع للاعب، لان لا يعقل باش لاعب في قيمه عبد الرحيم العرجون ولاعب عمر ما فهمتش اش عبد الرحيم والحكم دابا التحكيم ولا داير واحد 20% في الشخصيه ديالي معاك للاسف. فعمر العرجون الخطا ديالو، لان لا يعقل باش الواحد الباسبور ديالو ما عرفوش واش سال ولا ما سالاش. هاد لا فيرسيون ديال الباسبور عمر كله ما جاتني شويه ماشي هي هذيك، لان كان كله يمشي كما كان الحال. وتنعرف بان الرجاء عندها علاقات طيبه مع بزاف الموظفين ساميين في وزاره الشؤون الخارجيه، واللي فيهم رجاويين صحاح، كانوا كلهم يدخلوا يدخلوا لدون سفارة جنوب أفريقيا باش يعطيوه تأشيرة متحركة، تأشيرة على الورق. وكاين يعني الحالة الثانية يكون الباسبور سهلة، وتظن في كلا الحالتين عمر العرجون والخطأ. يمكننا ندخلوا واحد شوية المسؤولية ديال المسؤول الإداري، هذا واقع. ولكن واش المسؤول الإداري من بعد تيجمع الباسبورات باش يمشي يدير بهم الاشياء الاداريه واش تيفليهو؟ يعني كنكونوا واقعيين، واش يقبض الباسبور يبدا يفليه؟ انا تنظن، انا بالنسبه لي 95% خطا ديال العرجون و5% الخطا ديال المسؤول الاداري. نعم، امشي عند عادل. عادل، بالنسبه لك يعني واش كتفق مع الطرح هذا، ولا ربما اللاعب يعني خصوصا كنعرفوا في الادارات اللي كتحترم راسها كيحتفظوا بجوازات السفر، وجوازات السفر كتكون عندهم، فبالتالي هما اللي مسؤولين عليها وهما اللي كيكونوا مقادين كل شيء فيها. وتنظن ان مشكل اداري محض، علاش؟ لان تعرفوا اللاعب، المغاربه خصوصا مع الحوايج الاخر الهم ديالو هو يعرف كيفاش يسالي الباسبور. انا شخصيا يعني ما تنذكرش بالضبط كيفاش يسالي الباسبور ديالي، فما بالك لاعب كره القدم. لا تما لا تما لا لا انت ما تسافرش 500 مره في العام باش تلعب، لا باش تمثل فريق من حجم الرجاء الرياضي ومنتخب وطني. العرجون سافرت على المنتخب الوطني الرديف البحرين. لا المشكل تنظن على ان مؤخرا الفريق كان في غينيا، وبالتالي كان دازو لابد انهم كان، واخا ما كانش تاشيره لغينيا ولكن دازو لي باسبور. تنظن ان كان معروفه القضيه ديال غينيا عادي المعروفة، لأن تنظن دفعوا التأشيرة منذ السنة الأسبوع الماضي، تنظن خداو التأشيرات الأسبوع الماضي قبل ما يمشيو لغينيا أظن. لا ولكن في هذه الحالة لا تنظن في هذه الحالة إلا كان من الأسبوع اللي فات، تنظن في يومين ولا في يوم كما قلتي. لا كان خصو يمشي لغينيا، كان خصو يمشي لغينيا ورجع، ولكن خصوش رجعوا، كان عنده الوقت كافي أنه قبل ما يسافر، وبالتالي تنظن المشكل 4 أيام ولا اتصالات ديالهم، تنظم اتصالات ديالهم كنقولوا يشدوا قبل 4 ايام يومين. بصراحه احنا ما عارفينش شي تفاصيل. انا اللي شفت بالضبط هو ان خلاف بعض الدول خصوصا الاوروبيه، هذه القضيه ديال الفيزا في جنوب افريقيا ماشي لابد خصها تكون بحال اوروبا، خص شهور يكون الفاليديتي ديالها باقا 6 شهور. بامكان انه خاص تبقى لك غير بعض الايام معدوده عما تفوتش لافين ديال 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 الباسبور. بالتالي تنظن على ان قريب الباسبور قريب يسالي، او تنظن ساله، وبالتالي المشكل تنظن الاداره خاصها تكون مكب على هذا المشكل، لان نورمالمون اداري خاصو يكون عنده حافظ كل كبيره وصغيره. وتعرف بعض الاداريين اللي ما تفوتهمش بحال هذا الشيء، وتتعرفوا اسامه شكون هما بلا ما نذكر الاسماء، الناس اللي عارفين الشاده والفاده وما يمكنهمش ان ديتاي باغي انهم يدوز عليهم. وبالتالي تنظن اليوم لاعب مهم اللي تحرم من مراشد التواصل، وتعرفوا اهميه المباراه، لان
رجع بعد الهزيمه مع حوريه دخل في نفق مظلم، وبالتالي اي نقطه مهمه البحث على النقطه او الفوز للتاهل. وبالتالي تنظن عمر عرجون بغينا وكرهنا رغم ان المستوى ديالو نقص، وهو من ركائز ديال فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم. نعم اكيد، وما عرفتش صراحه سي المجال واخا ماشي المجال ديالك، الا عندك شي تعليق بسيط على اي موضوع تكلمنا عليه فمرحبا، باش انا ما بغيش انا سي المجال اليوم يتكلم معنا كملاحظ رياضي وعاد خبير تحكيم هكا باش نعرف باش باش الا بغى يحتفظ بالصمت ماشي مشكل، ولكن الا بغى يشارك معنا اكيد مرحبا. انا بالنسبه لي سبق لي شرط لهذه المساله وهضرنا على القضيه ديال الاداره في الفرق الوطنيه وكيفاش انها ما خصناش نوجهوا الاتهام فقط لشخص واحد، يعني راه اداره خص يكون داكشي كله يكون انفورماتيزم. بالنسبه لنا الفرق ديال القسم الوطني ديال النخبه ما خص دائما الامور كلها بالتواريخ ديالها كتعلمنا انها ملي كنديروا المسائل كتكون انفورماتيزيا راه كتعلمنا فوقاش غتسالي اي حاجه، بالخصوص كما قلتوا نتوما كاينين مقابلات كثيره وكاين سفريات كثيره سواء مع الفريق افريقيا او عربيا وحتى مع المنتخبات الوطنيه. فانا بالنسبه لي هذه المسائل خصها تكون ما تكونش مقبوله ومسموح بها داخل الدوري الوطني، لان هذه المسائل كيضر انا بالنسبه لي لا بالفريق اللي ما غيستافدش من اللعابه ديالو، كذلك حتى بالسمعه ديال الاداره ديالو انها ما تقبلش ان تسمع علينا هذه المساله. نعم اكيد، وانا كنتفق معك 100%. اليوم كاين عندنا المعلومات يعني الامور يعني التكنولوجيا الحديثه سهله، غير الاكسل بحد ذاته اللي كيعرفوا الجميع فيه خاصيه بانك تدير واحد الدوال فيه ولقيت اللي غيقرب يسالي كيعلمك بميساج وبنوتيفيكاسيون، فبالتالي هادشي ماشي صعيب. ملي كنتكلموا على فريق بحجم الرجاء فعادي جدا انه نديروا حتى شي ابليكاسيون نصايبوها نخسروا عليها 10000 حتى 20000 درهم ونديروا فيها كاع داكشي اللي حنا بغيناه واللي غيعاوننا من الناحيه الاداريه. على اين هذا موضوع غنخليه جانبا ونمشيو ايضا باش نتكلموا على الموعد المهم اللي كي كما كان الحال في الاحتياج يعني تدخل بسيط في القضيه الدراجه، كما كان الحال خصنا نهضره كان وصلت البارح للنيامي مباشره من دار السلام، وبحال تنتقدوا نهضره كان بعض الحوايج خصنا نصفقوا لها بعض الحوايج اخرى. وتنظن ان نهضره كان دبرت المباراتين الاخيرتين خارج الديار احسن لا من الرجاء ولا من الوداد، خصوصا الرجاء لان الوداد مشات لمصر واش خاصها تمشي لانغولا عاد ترجع ولا ترجع عاد تمشي لانغولا، ماشي ترانسفيرسال، ولكن بحال لما نهضره كان اللي مشات لطنزانيا وكان الفكره ترجع حتى للمغرب عاد تمشي للنيامي، يكون داكشي يكون هادشي متعب ومتعب جدا. بينما ذهابها مباشره من دار السلام الى نيامي يحسب لمكتبها المسير. انا ما فهمتش بكل صراحه، سولت المسير الدراجه قلت لهم علاش تمشيو حتى لغينيا وترجعوا حتى للمغرب باش عاود تمشيو حتى جنوب افريقيا، ان في انا لي روتور يعني في واحد الي روتور غينيا زايد. قالوا لي حقا كاين الناس قالوا لي حقا اللعيبيه هما اللي بغاو يدخلوا هاد اليومين مع عائلتهم عادي يمشيو جنوب افريقيا. انا ديجا لا اتفق مع الطائره الخاصه لغينيا، لماذا؟ لان غينيا كانت مشات رجاء يوم الخميس الماضي في الليل مشات الطائره عاديه مشاو فيها بزاف الجماهير الرجاويه تنعرف، من بعد رجعوا كانوا حتى الخمسة الصباح هنا يوم الاحد، وبالتالي بزاف الجماهير وصلوا الساعة 6 الصباح، يعني كانت الطائره ديال الخط اللي كان يمكن لهم يمشوا فيها الغينية بلا ما يديروا طائره خاصه ويزيدوا 25 مليون. وبالاضافه الى ذلك كان من الافضل يديروا جوج صفرات تعطيهم الجميع 80 في 80 هي 160 مليون ويجمعوها في صفره واحده يمشيو من هنا طائره خاصه لغينيا ومن غينيا مباشره لجنوب افريقيا عادي يرجعوا. هذا هو النظر ديالي، لان هذا السفر ديال تمشي حتى لغينيا وترجع للدار البيضاء وتدخل لحد 5 الصباح ودير لحد واثنين وثلاث تمشي حتى لقطر ومن قطر حتى لدوربان باش تلعب المباراه يوم الجمعه، فتعب يعني. انا بالنسبه لي هذا رايي الشخصي، الرجاء لم تقنن السفر بالشكل اللازم، هذا رايي، ما عرفوش ماذا تظنون انتم. انا كان ربما اتفق معك، لانه الطريقه اللي دبرت بها النهضه البركانيه هي الطريقه المثلى، لانه علاش انا غنعاود نرجع ونعاود نمشي؟ وكيف ما قلتي راه كان بدرجات، درجات الوداد اقل و علاش الوداد اكبر مصر كاينه في خط واحد و